السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم خوتي، كيفاش لازم تحوسوا على انتحار جماعي ولا كيفاش؟ ما فهمناش. ها عادي جدا، لاني مش خارج، عادي جدا، الحياة عادية جدا، راح تبلونا عادي جدا، كلش مفتوح. لو كان نوري لكم الجهة الأخرى درك تشوفوا كلش مفتوح، القوي مفتوحين يا خوتي. لي زومبيلونس هادو اللي راهم يخرجوا راهو يقول لك احكم دارك، كيف تجري وراهم؟ راه قاعدين تبلونا الاولاد، يجري وراهم زومبيلونس يقول لك ادخل للدار باش ما تموتش، ادخلوا للدار ادخلوا للدار. حنا اللي كان القمع يقولنا ادخلوا للدار، دخلنا. انتوما درك قاعدين تدوروا، قاعدين تعملوا في القاوي، قاعدين تعيشوا، واش راك دير؟ ما صدقتش باللي كاين فيروس راح يقتلنا ولا كيف؟ ما صدقتوش؟ تحبوا ديروا اباده جماعيه، كرهتوا من حياتكم، تحبوا تنتحروا؟ سبحان الله العظيم، انا لو كان يخرج الجيش درك راني معاه، لو كان يخرج درك يدخل الناس ذراع للديار راني معاه 100%، اقسم متاكد 100% باللي كل حركه راهو حاكم سابعه، خاطر راهو دخل عن قناعه، كرفص الكرفس نتاع الشعب هذا، لا اله الا الله. هذا لي زومبيلونس راهو يقولوا لكم ادخلوا للدار لا تموتوا. اسيدي اعتبروها حرب، اعتبروا اعلان حرب، اعتبروه ادخلوا للديار، الهضره راحت، راح تهبلونا، ادخلوا للديار. اي واحد ما قاعد في دارو اخوتي ديروا لايف ولا طلع فوق الباتيمون تاعك عيط، درك نهز السياره تاعي، نهز لو بارلور، بصح راح نخرج نبقى في السياره تاعي، ما نخرج كما كنا نعيطوا يا اخي، تقولوا لنا تنبحوا، راح نخرج نزيدوا نبحوا ونروحوا للاحياء ونروحوا للساحات ونقول لكم ادخلوا، ما دير والو، لا تتطوع، لا دير كرفاس الكرفس نتاعك، تخرج دير شويه جافال وربي يقبل عليك. واش يدير فيها؟ راهو رائع جدا جدا، بصح انت راك مع الخطوره، حنا شفناهم احتياطات ضعيفه. ادخل للدار، ادخل للدار، ادخل للدار، رحنا نهبل درك. لازم الامن في المغرب يخرج ويقول للناس ادخلوا للديار، ادخلوا للديار. هاي الحياه عادي جدا، ها عادي جدا، الاولاد يلعبوا، النساء طالعين هابطين، القايم مفتوحين، ما فهمنا والو. الحركين راهم في الديار، حركين راهم في ديارهم، وراهم راح يهبلوا نورمالمون، راهم مهبطين مقلبين الدنيا كيما موالفين. شكون هذا اللي راهو لبرا؟ دخلوهم كيما كنتوا تقمعونا وكنتوا يعني. انا ما فهمتش، انا يعني حنا لما نخرج، واليوم الشعب هذا اللي يخرج ما يخرجش الامن يقول ادخل، يعني عند ما عندكش الحريه باش تعبر على رايك، بس عندك باش تموت، عندك الحريه باش تموت. لا حول ولا قوه الا بالله، انا راح نفقد اعصابي، ما فهمت والو، اقسم بالله ما فهمت والو. يعني يشوفوا في الناس تموت ومازالوا يعبثوا، مازالوا يدوروا، مازالوا عادي جدا. والله فات علينا كورتاج، صدق او لا تصدق، فات علينا كورتاج تاع عرس، وانا على بالي حاليا هم كاينين العراس في الديار وفيلات، او ما همش دي كونترولور يجيوك تاع مديريه التجاره يحاسبوا، او عيب القهاوي اللي فتنا عليهم وشفناهم ردوا الباب نص، والدخان والدومينو داير حاله. هذه راهي عمليه انتحار جماعي، ايش اللي راهو يصرى في الجزائر راهو عمليه انتحار جماعي. انت اللي تخرج اذا كرهت منيح من حياتك اخويا، اذا حاب تموت او مشكلك انت، اذا الوعي عندك صفر هذا مشكلك انت، راك تروح تجيب هذاك الفيروس تدخله للدار وتديه لولادك وتديه للمراه نتاعك وتديه لباباك وامك، تديه الناس عزاز عليك، ناس ضعاف. اقسم بالله راح نهبل، اقسم بالله راح نهبل، راح نهبل، حسبنا الله ونعم الوكيل.